كيف لاحظوا مجموعه ديال المتتبعين الشأن الرياضي المحلي والوطني اللي متبع الاخبار شباس امل وزان التراجع ديالو مفاجئ هذا الموسم في المستوى ديالو ولا في نتائج المباريات الاولى مباريات ديالو؟ فهو راجع لمجموعه من الاكراهات، فاذا كان الموسم السابق او قبل منه فاش تقدر الفريق يحقق داك النتائج اللي ما كانت سابقه في مدينه وزان، فهو راجع لاننا اضطرينا نديروا انتدابات في المستوى اللي هي كتساير كتخلينا في المنافسه مع الفرق اللي عندها نفس الامكانيات وعندها نفس الانتدابات. كنهضر بهذه الحرقه على الفريق، لان الفريق هو فحال شي بيبي يعني تربى على اليد ديالي، ضحيت بوقت ديالي كله من اجله باش نوصلوا لهذا المستوى هذا. كنت انا المدربه، كنت انا اللاعبه، كنت انا المسيره، كنت كل شيء، وهاد الصفات هادو كلهم فهما ماشي تشريف، هو تكليف، فهو عمل شاق ماشي سهل باش ان عمل تقوم به مكتب مسير وما كيقدرش يوصل اللي وصلنا عليه حنايا في الوقت اللي كتلقى لاعبه اللي هي انا وعد بنقص. انا ضحيت بوقتي وبصحتي وبكل شيء باش نوصل الفريق لاعلى قمه اللي هو القسم الوطني الاول، وكيبقى فيا الحال اني كنشوفو كينهار عام بعد عام بسبب الاكراهات اللي سابق لي في اكثر من لقاء صحفي تحدثت عليها. مي في الوقت اللي خصهم يكونوا هاد الجهات هادو بثلاثة خصهم يكونوا دايرين لينا دخل القار ويقلبوا على الحلول كيفاش انهم يدعموا الفرق الرياضيه في المدينه، لان كتعاني ماشي غير امل وزان، ربما احنا الاكثر، ولكن حاليا الفرق كاملين الرياضيه كتعاني. حاليا كاين واحد البادره طيبه من مقاولات الهلاوي اللي فكرت تعقد اتفاقيه شراكه مع مجموعه ديال الفرق منهم شباس امل وزان باش تعاونهم شويه في الاكراهات ديالهم الماليه. حاليا كاين مبادره من احدى المقاولات مدينه وزان، فهي مبادره طيبه اتجاه مجموعه ديال الفرق ديال المدينه اللي كتعاني حتى هي في الصمت حالنا، وحبذا لو كان كاع الشركات اللي هما في وزان او خارج وزان اللي تابعين اللي الاصل ديالهم من وزان حتى هما يمدوا يد المساعده، لان مقاوله وحده ما كافياش باش تغطي مجموعه ديال المصاريف ديال الفريق اللي هي منح اللاعبات، اجر اللاعبات، الطاقم التقني، تنقل، مبيت، تطبيب الى اخره من مصاريف اللي تكون على كاهل الفريق. أخيرة كنوجهها للجمهور ديال شباس أمل وزان في كل مكان، سواء في وزان أو خارج وزان، سواء كان وزانيين أو لا غير وزانيين اللي كيساندونا دائما، وباش ما نكونوش كنطرقوا ديما على المسائل المادية، فطبيعة الحال المسائل المادية كتبقى من الضروريات، إلا أن حتى ما هو معنوي كيلعب دور كبير حتى هو في التحفيز ديال الفريق، من خلال التشجيع ديالو في المدرجات، من خلال المتابعة ديالو دائما ولو غير بالكلمة الطيبة. وكنشكر بهذه المناسبة ماشي كاع المسؤولين ما تيدعموناش، كاين واحد الفئة أنا كنقدرها بزاف وما كتبغينيش نذكر الاسم ديالها، لأن كيحبوا المدينة فعلا، وكاين محبين كذلك حتى هما كلهم اللي قدموا يد المساعدة من قريب أو من بعيد، خصوصا أن الرياضة اليوم تتلعب دور كبير في الحياة ديال الطفل أو ديال الطفلة، كتحمي من مجموعة ديال الأمور مثل الانحراف، مثل المخدرات إلى آخره، فلا حبذا لو أن الإنسان يبلي وليداته بالرياضة. وكنشكر من جديد كل ما ساهم من قريب ومن بعيد في دعم شباس أمل وزان. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.